حياكم الله في خليج العرب. عدن ثم لحج فالضالع وسقطرة، تسقط المحافظات اليمنية الواحدة تلو الأخرى في أيدي انفصاليي المجلس الانتقالي الجنوبي، ويعلن فريق المراقبين التابع للتحالف السعودي الإماراتي فشله في التمهيد لتفاهمات سياسية بين أطراف النزاع ووقف القتال في محافظة أبين، حيث لا تزال معارك طاحنة بين الإخوة الأعداء. أبو ظبي تدفع بانفصاليي الجنوب ميدانياً لتضع الحكومة الشرعية أمام الأمر الواقع، والرياض تكتفي بدعوة للحوار وتستدعي مسؤولين ومستشارين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من القاهرة لبحث خطة تنص بحسب ما تسرب منها على اقتسام جديد للسلطة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي تلك الأحيان تستهدف صواريخ ذو الفقار وطائرات صماد ثلاثة للحوثيين العمق السعودي ومواقعه الاستراتيجية. فهل تنسف الهجمات الحوثية على المملكة مساعي الحل في اليمن؟ وكيف يبدو المشهد الميداني في الجنوب؟ هل بات الانفصال أمراً واقعاً؟ وأين تتقاطع حسابات اللاعبين الإقليميين في حرب اليمن؟ للحديث نسعد باستضافة الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مرحبا دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا وأسعد الله مساءكم بالخير. قبل البدء نتابع آخر تطورات للوضع الميداني في اليمن والتفاهمات السياسية في التقرير التالي. الخلاف السعودي الإماراتي في اليمن ليس جديدا، فالبلدان ورغم تحالفهما في محاربة الحوثي إلا أن لكل منهما أجندته الخاصة التي قد تخالف أجندة الآخر بل وتعارضها حد التناقض. تسعى السعودية لإيجاد حكومة حليفة تابعة تأتمر بأوامر الرياض، وترى في اليمن امتدادا للمصالح السعودية بما يعنيه ذلك من إقصاء إيران عن المشهد اليمني أو إضعاف دورها فيه، في حين يبدو أن الرؤية الإماراتية تختلف عن الرؤية السعودية وتغلب مصالحها الاقتصادية المبنية أساساً على السيطرة على أهم موانئ اليمن ضمن مشروع إماراتي للسيطرة على موانئ البحر الأحمر والقرن الإفريقي أيضاً. من هنا يتضح عدم تركيز الإمارات على مواجهة الحوثيين، إنما ركزت كل اهتمامها تقريبا في مناطق الساحل اليمني، وما سيطرتها على سقطرة مؤخرا إلا مؤشر على ذلك. ردا على استمرار الحصار الظالم، على المقلب الآخر ينتقل الحوثيون بين الحين والآخر من الدفاع ضد هجمات التحالف إلى الهجوم، خصوصا عن طريق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. الصواريخ التي أطلقت مؤخرا على مدينتين نجران وجازان الحديديتين فضلا عن 8 طائرات مسيرة قد تكون رسالة مزدوجة المحتوى، بما يفيد أن الحوثيين ما زالوا قادرين على الرد وبضربات موجعة، وأن الأفضل هو اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى حل، كما قد تفيد أيضا بعكس ذلك وبأنهم لا زالوا مصرين على ضرب السعودية ومواصلة الحرب دون تراجع. ومهما يكن الأمر وبرغم تركيز جميع الأطراف على الحديث عن ضرورة الحل السلمي في الوقت الذي يصعدون فيه المواجهة في ميادين القتال، يبقى الشعب اليمني هو الضحية الأولى، ولا يبدو أن أحدا يكترث لأسوأ أزمة إنسانية يعيشها اليمن في تاريخه الحديث، حيث يحتاج 80% من سكانه للمساعدات الإنسانية والصحية الضرورية والعاجلة. أهلا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، كيف تقيم الوضع في أبين، مفتاح السلم والحرب كما يسميها اليمنيون؟ كيف تقرأ فشل فريق المراقبين في التوصل إلى وقف إطلاق النار هناك؟ أعتقد أن وقف إطلاق النار كان مر بمرحلتين. المرحلة الأولى كان عندما وجه القائد السعودي بوقف إطلاق النار، وبالتالي رفضت القيادات العسكرية بتوقف المعارك إلا بأن يكون القرار أو الأمر يأتي من خلال هرمية الهيئة العسكرية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
هذا عنصر رئيسي، لكن نقول لماذا تحرك السعوديين لإيقاف المعارك في أبين؟ علينا أن نربط. الربط هنا يأتي كما أوقفوا الجيش الوطني على تخوم صنعاء، يوقفون الجيش على تخوم عدن، بمعنى أن لأن هناك ستكون العاصمة السيادية في صنعاء بيد الحوثيين، وبالتالي وعدن ستكون العاصمة المؤقتة بيد المجلس الانتقالي فعليا، لأن هناك الآن حفاظ على القوى الفاعلين الرئيسيين في الحق للصراع السياسي والعسكري، مع منح مزيد من فائض للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات من خلال الحفاظ عليه، الحفاظ على جماعاته، الحفاظ على الجغرافية المسيطر عليها، إضافة إلى سوق قطرة كعامل تفاوضي في حال تقديم تنازلات، وهذا ما سنتحدث عليه تدريجيا. بالتالي أعتقد أن اليوم صباحا يعني خلال هذا اليوم هناك معارك في أبين، لم يتوقف الصراع والمواجهات العسكرية رغم توجيه الرئيس عبد الرب منصور هادي رسميا بإيقاف المعارك، نظرا لأن هناك جماعات ليست عسكرية، هناك قبائل، هناك أبناء المنطقة الذين يرفضون هيمنة المجلس الانتقالي على هذه المناطق ويرفضون أن يسيطر. وفي نفس الوقت يعني قيادات الجيش اليمني أبلغت فريق المراقبين بأنها لا تتلقى الأوامر إلا من الحكومة الشرعية، ما المقصود بذلك وما دلالته؟ أعتقد أن الجيش الوطني يحس يعني لديه شعور بالامتعاض، ولديه شعور بأنه قلص وحاول تحجيمه وإضعاف مكانته لدى الشعب اليمني من حيث أداء وظائفة. بالتالي عندما يتم دعم المجلس الانتقالي من قبل الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن خلال تحول السعودية من دولة جاءت لإعادة الشرعية إلى وسيط لفض النزاع، وبالتالي الجيش الوطني جاهز ومستعد وتم تهيئته لاستعابة عدن، وإذا به يوقفون هذا الضغط المعنوي، وهذا سيكون له انتكاسات كبرى على المعنويات وعلى مكانة الجيش، بحيث أنه توقف وهو قادر على استعابة عاصمة عدن وبقية المناطق. إذن هذا كما أضعفوا معنويات الجيش الوطني في صنعاء وأوقفوا تقدمه، يريدون أيضا إضعاف الجيش الوطني اليمني على تخوم عدن، بحيث هذا الجيش يذهب إلى جماعات أخرى، يشعر بانخفاض منسوب معنوياته ووظائفه. هناك نحن لا نتحن عندما نحلل المقاربة اليمنية، لا نقارب كأفعال متقطعة، نحن أمام استراتيجية متوافق عليها بين السعودية والإمارات، فقط الاختلاف في التوقيت وفي الكيفية، يعني هناك تكامل واضح. نعم، سنأتي على 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 مواضع الاتفاق والاختلاف السعودي الإماراتي، ولكن قبل ذلك هل سيتكرر سيناريو سقطرة في أبين؟ يعني الشيخ عيسى بن سالم شيخ مشايخ الأرخبيل اتهم الإمارات بشراء ولاءات ضباط في الشرعية وبفتح أبواب معسكرات الجيش أمام المجلس الانتقالي، لماذا تأتي مثل هذه الاتهامات وما مدى مصداقيتها وما مدى رواجها في الأوساط اليمنية؟ هناك سوق قطرة شكلت يعني رغم أن عندما يعني حالة يمنية من المسؤولية والشعور الوطني والتعبية والمطالبة بالمواقف، وصرح المحافظ سوق قطرة سابقا أن سوق قطرة سيتم السيطرة عليها تدريجيا نواصل بطريقة ناعمة والإمارات متواجدة، وبالتالي سيتم الاستيلاء على سوق قطرة بهدف الضغط على الرئيس للتوقف عند أبين وبقاء العاصمة. وهناك كثير من التسريبات، منها تعيين محافظ ومنها تعيين رئيس حكومة ومنها أيضا يعني هناك مقايضة وربما تعود سوق قطرة، ولكن هذه العودة هي ستظل هناك صوت يعني وجود المجلس الانتقالي بقواته بسلاحه بشبكة الولاء الإماراتية بشراء الولاءات. الخطوات والاستراتيجية المرسومة تمر بشكل استراتيجي دون مواجهة أو استراتيجية وطنية مقابلة، بمعنى أننا مرينا بعدة مراحل، منها إحلال سلطة واقعية بديلاً للسلطة الشرعية الانتقالية، هذه عنصر مهم
يعني انه انت يعني كونت مجلس انتقالي وضعت له اجنحه اضعفت السلطه الشرعيه، هذا عنصر مهم. اثنين، جعلت من المجلس الانتقالي الممثل الوحيد لابناء المناطق الجنوبيه من خلال تمكينه بالسلاح ومن خلال مبادره الرياض. لان مبادره الرياض ماذا جعلت؟ جعلت الجنوب ممثل بمجلس الانتقال الجنوبي، وكان بقيه المكونات لا تمثل الجنوب، وهذا بفعل تمكينه من السلاح، بفعل انهم لهم مواله، وبفعل تعدد مكونات، لانه هذا المكون لديه جناح متطرف، ليس لديه رؤيه استراتيجيه، لديه جناح عنده مواقف يعني له تعصب للجماعه الجنوبيه، ليس له رؤيه. فالامارات سيطرت بالولاء بالمال. اذا نحن امام احلال للسلطه الوطنيه، نحن امام مصادره يعني تعميم المجلس الانتقالي كممثل للمناطق الجنوبية، هذا عنصر. ثم مرينا بإفشال الحكومة، بطرد أبناء المناطق الشمالية من المناطق الجنوبية، بالسطو على المال العام، ثم بأهم عنصر هو مماثلة السلطة الشرعية بجماعة الإسلام السياسي. نعم، لكن بعد سقوط سقطرة بيان الحكومة لم يذكر الإمارات ولم حتى يحمل السعودية المسؤولية، رغم أن الحديث عن تواجد للقوات السعودية هناك، لكنها لم تقم بأي شيء. هل هناك تواطؤ حكومي؟ هناك لم تذكر حتى سقط، يعني الإمارات لم تذكر حتى في خطاب الرئيس يوم أمس، وهذا ما كان صدمة أيضا للجماهير اليمنية وللنخب وللمتابعين، والذي انتظر من الرئيس أن يتخذ مواقف ترتقي إلى مستوى ما حدث في الجغرافيا الوطنية. هناك ضغوط على رئيس الجمهور. رئيس الجمهور ليس فقط قد خدع من قبل المملكة العربية السعودية التي استدعت الإمارات وبالتالي لم يتم استدعائها، بل هناك أيضا إحلال داخل الجغرافيا، وهناك تشظي المكونات الهيئات التشريعية والسياسية والحزبية التي تقاسمتها الدول الإقليمية، بحيث أن هناك منهم يتبعون الإمارات، هناك من يتبعون السعودية، وهناك من يتبعون دول أخرى. بالتالي القرار النخبة أو المستشارين وأعضاء البرلمان والحكومة تتوقف على التموضعات مع الولاء الإقليمي، وهذا جعل الرئيس ضعيف وغير قادر على اتخاذ قرار. ثانياً، رئيس الجمهورية ساهم باختزال الدولة واختزال السلطة بشخصه ومجموعة شخصيات حوله، لأنه أفقد الدولة وظائفها. أولاً سلم يعني أو تنازل عن حقه الأصيل جبراً أو طوعاً للسعودية والإمارات بممارسة الحق الأصيل، أضعف وظائف الدولة بحيث كان يمكن يعطي للوزراء التحركات، التواصل الدولي، التواصل مع مجلس الأمن، تعديل التحالفات مع الدول الخارجية، التوافق على مشاريع مستقبلية مع الدول المتصارعة في اليمن. الأداء السلطة الشرعية ضعيف، لكنه تحت الضغط وفاقد للاقتدار، ونخبة متشظية تم. وأهم عنصر في هذه النخبة أنه الإمارات والسعودية منذ البداية جففوا منابع تمويل الدولة، جعلوا في البداية الحوثيين يسيطرون على البنك المركزي، ثم الآن جعلوا نفس السيطرة، سيطرة البنك المركزي في صنعاء، سيطرة البنك المركزي في عدن، تشكيل لجنة اقتصادية في صنعاء أيام الحوثيين، تشكيل لجنة اقتصادية في عدن، السطو على المال العام في صنعاء، السطو على المال، تجفيف المنابع، إيقاف تصدير النفط. هذا ماذا يعني؟ يعني أنت غير قادر على دفع مرتبات، غير قادر على اتخاذ قرار مستقل عن تمويل دول التحالف الثنائي الإمارات السعودي. هذا جعل السلطة غير قادرة على اتخاذ، جعل النخب السياسية مرتبطة بمن يمنحها البقاء بوسط الدعم الاقتصادي. هذا أفقد حتى النخبة. الآن هناك نخبة وطنية مستقلة، ولكنها غير قادرة على الانتظام في حركة وطنية. وثانيا، إذا ما كانت هذه النخبة التي تشكل يعني كتلة ما داخل هذا المكون، لأن هناك منقسمين إمارات سعودية ودول أخرى، تستطيع أن تخلق كيان في الداخل الجغرافي ليخلق توازن. الآن هناك بس فقط دقيقة، هناك تم في البداية يعني إضعاف الأحزاب السياسية داخل المناطق الجنوبية وما يسمى بالمناطق المستعدة، تصفية القيادة السياسية المعارضة للتواجد الإماراتي السعودي وسياساته، تصفية أئمة الجوامع
ومن السيطرة على الفضاء المسجدي، طرد أبناء المناطق الشمالية لخلق ما يسمى تنقية الجغرافية، وهذا ما حدث في صعدة عندما طردوا كل المكونات. إذن هذه العمليات جعلت الأحزاب السياسية ضعيفة، مؤسسة المجتمع المدني ضعيف، النخبة السياسية والحزبية والبرلمانية هاجرت في دول مختلفة، رئيس الجمهورية بقى في الخارج. وهذه عمليات استراتيجية، بمعنى أن تجعل من السلطة الشرعية مجرد مانح للشرعية الفعل لدول الإقليم. ربما استوقفني تصريح لصالح الجبواني وزير النقل اليمني، ذكر بأن سقوط سقطرة مؤامرة من الرياض. يعني إن صح مثل هذا التوصيف، لماذا تتآمر الرياض على الشرعية وهي التي تدعمها وتسعى للتمكين لها، أو هكذا يفترض؟ نظرا للملف اليمني سلم الإمارات والسعودية، الإمارات أخذت ملفين، ملف أن تكون شريك للسعودية، وملف متعاون في مكافحة الإرهاب، بحكم أنه مدخل وورقة حتى للعودة إلى اليمن، ليس من بوابة التحالف ولكن من بوابة مكافحة الإرهاب. هذا عنصر. اثنين، السعودية لدي يعني هناك أيضا موافقة دولية نظرا لأنها تتحمل الملف الاقتصادي، تتحمل التبعات الحقوقية، والمجتمع الدولي موافق طالما أن ليس هنالك من يطالب ويرفع قضايا ويطالب بحقوق وطنية. وبالتالي ستلاحظ هناك اتفاقية ستوكهولم تهتم بالمناطق الشمالية فقط، وهناك اتفاق الرياض يتعلق بالمناطق الجنوبية. يعني هناك فصل بين الشمال والجنوب في التسويات، وبالتالي الحوثيين سيطروا على المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية سيتم تقاسمها شكليا، بحيث أن الآن سيبقى الميليشيات واتفاق الرياض يتحدثون عن الشق السياسي مع بقاء الميليشيات، النخب والأحزمة محافظة على السلاح، وبالتالي تصبح الحكومة مجرد شخصية غير قادرة على التحرك أو الحماية. وسيقولون لمن نسلم السلاح؟ نسلم، يقول المناطق المجلس الانتقالي سيقول نسلم السلاح ننسحب، لمن نسلم السلاح؟ الحوثيين قالوا في السابق لمن نسلم السلاح؟ للتجمع اليمني للإصلاح والمتطرفين، وهنا يقول لمن نسلم إصلاح الحكومة؟ لأن السلطة الشرعية هم الآن من خلال التسويق والإعادة يحاولون التماثل بين جماعة الإسلام السياسي والدولة، بحيث أنهم عندما يرفضون نفس الاستراتيجية. وبالتالي هناك تقسيم للجغرافيا اليمنية، وبدأت مع توقف قوات التحالف عند الخط الفاصل بين الشمال والجنوب. بالتالي اتفاقية ستوكهولم تتعلق بالمناطق الشمالية، هنا اتفاق الرياض منح المجلس الانتقالي شرعية كطرف سياسي، سيتم منحه التفوق في السيطرة على الجغرافيا والامتلاك النوعي للسلاح. ثم الآن لدي معلومات أكيدة أن الحديث فقط عن تعديل في تعيين محافظ وبالتقاسم مع السلطة الشرعية. أنت عندما كنا نتحدث في السابق نتحدث عن تسوية بين الحوثيين والسلطة الشرعية، كانت السلطة الشرعية تمتلك جغرافيا، سلطة، مؤسسات، وبالتالي الحوثيين يشكلوا أقلية. الآن سيتقاسمون مع هذه السلطة النظرية أيضا نصف السلطة، مع سيطرة عسكرية وسلاح متفوق وجغرافيا، مع يعني هذا إنهال السلطة الشرعية. ثم أن السلطة الشرعية كيف ستمارس مهامها؟ والعاصمة صنعاء، العاصمة المؤقتة تحت سيطرة المجلس الانتقالي والنخب. بالتالي أنت الآن لست إلا صورة نظرية. إذن الاستراتيجية السعودية ماذا تريد؟ السعودية تريد المهرة، تريد شبوة. المشروع القرن، الدراسات واضحة ومحددة، وبالتالي لا يعني المجلس الانتقالي قدم التنازلات بأنه سيعطي هذه الامتيازات والمشاريع في حال سيطرته، أعطى أيضا سيعطي الإمارات سقطرة وميناء عدن مقابل ما سيمكن المجلس الانتقالي من السيطرة، ولا يمكن أن تقدم كل هذا الدعم الإمارات دون أخذ. ثم ستلاحظ حتى الآن سأعطي إشارة خيقية، النائب رئيس المجلس الانتقالي يتحدث عن السلام مع إسرائيل، وهناك الصحف وأن الإمارات قدمت للمجلس الانتقالي حتى تضمن له اللوبي الإسرائيلي يدعمه في الخارج لمنحه الاعتراف الدولي مقابل إعلان إقامة علاقة مع إسرائيل. بالتالي الإمارات أقنعوا المجلس الانتقالي التابع لهم بهذه التصريحات، بحيث في حال إعلان
فك الارتباط، سيتم هناك الاعتراف بهم كدولة مستقلة أو كإدارة ذاتية مؤقتة دكتور مقابل تحت. دكتور، المبادرات السعودية في اليمن عديدة، بدءا من المبادرة الخليجية وعاصفة الحزم، ثم إعادة الأمل، ثم اتفاق الرياض. كيف تقيم هذه المبادرات الكثيرة، ولماذا أغلبها قد باء بالفشل؟ نظرا لأن هذه المبادرات جاءت ليس لإيجاد تسويات يمنية أو لإيجاد حالة يمنية مستقرة، بقاء الوضع يمني هش وغير مستقر وتحت سيطرة السعودية هدف استراتيجي لكل التسويات. جاءت المبادرة الخليجية، كان الرئيس صالح كان قد بدأ، صحيح أنه تم إزالته من رأس الحكم وما زال لديه قاعدة، لكن المبادرة الخليجية جددت شرعيته، يعني جاءت لتجديد شرعيته ومنحه الحصانة، لأنه كان عمليا صحيح أنه يعني جدد شرعيته وأعطته نصف السلطة في الحكومة، لكن عمليا المؤسسة العسكرية والاستخباراتية وشبكة العلاقات القبلية والسيطرة على المؤسسة العسكرية تحت أمرته، وكان يدير الدولة أكثر مما كان في السلطة بواسطة التليفون. إذن هناك تجديد شرعية صالح للبقاء، هذه المبادرة الخليجية اللي هي ضمان المصالح، ضمان عدم تحول ديمقراطي في اليمن من خلال أنه صالح سيعيق عملية التحول وسيضمن المصالح السعودية. إذا جددت اتفاقية الرضا المبادرة الخليجية، ماذا قدمت؟ شرعنت للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنحته الاعتراف به كطرف ليس انقلابي وإنما طرف من أطراف النزاع في المناطق الجنوبية. إذا بقاء اليمن هش ومتعدد السلط سيؤدي إلى السعودية ستقوم بتحقيق طموحها في الجغرافيا اليمنية وإقامة المشاريع، الإمارات ستقوم بالحفاظ على مصالحها في ميناء عدن وفي الممرات الدولية وفق وفي علاقة مع مشروع ميناء دبي. إذن السعودية والإمارات وهؤلاء بقى استقرار اليمن واستعادة السلطة لا يحقق المصالح الاستراتيجية لهم. حتى لو أعطيتك أكثر من ليش، لماذا هذا التنوع في الجغرافية والسلطة؟ حتى مدينة تعز ستلاحظ أنها معدة لها سيناريو آخر في المستقبل، سيتم فيها إضعاف الحوثيين والتجمع اليمن إصلاح والجماعات الوطنية في مواجهات داخل هذه المدينة متعددة الأهداف، منها الحفاظ على الجمهورية، الحفاظ على استقلال اليمن، رغم أن المدينة تعز تمثل التجمع لمدينة مدنية متعددة الأحزاب، كل الأحزاب التأسست فيها. إذن السعوديين يخططون، يضعون استراتيجية في غياب السلطة، وكما تعلم في علم الاجتماع السياسي وفي العلوم السياسية أنه عندما يتم إضعاف الدولة ويغيب المشروع الوطني تصعد المشاريع ما قبل الوطنية. ذلك غياب الدولة، غياب الدولة الوطنية ما الذي، وغياب السلطة الشرعية جعل بالمجلس الانتقالي يصبح بديل، الحوثي مشروع بديل، هناك المشروع المناطقي، وهذا يساعد السعودية، بل السعودية تريد السيطرة على الوضع. وهناك دراسات دولية نزلت تقول الإمارات حتى في حال استعادة السلطة لن تنسحب من المواقع التي لها في اليمن، لأن هذه دفعت لها، وبالتالي لن تتنازل عن دعم المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية. والسعودية شريك كامل وموافقة على ما يحدث، وهي مع انفصال اليمن. أختم، الحوثيين طرف مشروع إقليمي إيراني، المجلس الانتقالي مشروع إقليمي سعودي إماراتي طبعا أولاً، وبالتالي هذه مشاريع غير وطنية، هذه مشاريع أقليمية في الجغرافيا اليمنية. يغيب المشروع الوطني ممثل بالسلطة الانتقالية. من المسؤول عن غياب المشروع الوطني؟ يعني رئيس الحكومة أو يعني رئيس الجمهورية وهو يقيم في الرياض منذ فترة، هل وجوده هناك تحت الإدارة السعودية قد يكون سبب في غياب المشروع الوطني؟ يفترض أن يكون هو واجهة هذا المشروع، بينما أصبح كأنه مرتهن لمشاريع إقليمية أخرى. أشكرك على هذا السؤال، يعني هو يعني استدعاني لربط الموضوع. المسؤولين مجموعة ليتحمل المسؤولية، طبعا المسؤولية أن الرئيس الجمهورية سلم كل أوراقه للسعودية ووثق بها والإمارات في كحليف، ولم وسلم هذا الأمر وتنازل عن كيف يدير الدولة
وإدارة شؤون المجتمع وكيفية استعادة الجغرافيا والسيادة والحفاظ على السيادة اليمنية من خلال هذه الثقة، والثقة هذه لا تأتي في العمل السياسي. فقد نفسه تدريجيا، يتم تآكل السلطة الشرعية، تآكل الجغرافيا، تعدد السلطات تدريجيا. النخبة السياسية أيضا نظرا للهروب ونظرا لم تستطيع الانتظام سريعا في حركات اجتماعية في تكونات سياسية، كان هناك مخطط يعني وفق الدراسات والسيطرة على النخبة السياسية، بقاء السلطة التشريعية، البرلمان والشورى خارج الجغرافية، عدم السماح لهم بالاجتماع في اليمن بحيث أنه يصبح الرئيس مجرد شخص مانح للشرعية دون أي مؤسسات تشريعية أخرى. ويبدو أن هذا حصل الآن واقعيا، هذا هو الحاصل. أكمل لك. طبعا هذا كان مخطط استراتيجي، لذلك لم يسمحوا للبرلمان اليمني بالاجتماع في الجغرافيا اليمنية إلا في ضغط شديد، عندما هدد اتحاد البرلمان الدولي بأنه في حال عدم عقد البرلمان اليمني اجتماعا سيتم الاعتراف بالمجلس في صنعاء، وبالتالي عقدوا هذه الاجتماع حتى لا يسحبوا، والسعودية تحتاج لأعضاء البرلمان وتمول بعضهم بالمال. إذن العنصر الثالث، أفرأ رئيس الحكومة، جعلوا منه شخص، والآن الرئيس الحكومة الحالي هو عبارة عن سكرتير للحاكم الإقليمي في اليمن. السفير السعودي هو بريمر المناطق المستعدة، هو الذي يدير الشأن. أنا أشبهه بذلك، هو الذي يدير. وحتى قبل مقابلة الرئيس، السفير السعودي يلتقي بأعضاء البرلمان المستشارين قبل مقابلة الرئيس. دكتور عبد الباقي الشمسان، أستاذ علم المجتمع السياسي في جامعة صنعاء، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لكم. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي. نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.